السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. طبعا الفيديو بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. كنبغي نشكركم بزاف، كنرحب بالمشاركين والمشاركات الجدادين وجدادات في القناة، كذلك الأمهات اللي يخطيكم. شكرا على الدعم، شكرا على الكلمات الزوينة، شكرا على الثقة ديالكم، شكرا على لي كومونتير. كنقرا كل شيء وكيعجبني الحال ملي الفيديو اون فوا كنحطو كيطلع كيتشاف لي كومونتير لي جيم، كنعرف انكم زعما يعني محتاجين لهادشي اللي كندير، كتعطوني طاقه اكثر، كتعطوني تفاؤل، وشكرا شكرا جزيلا لكم. اليوم غادي شنو غنشوفوا؟ غادي نشوفوا واحد الامتحان موحد اقليمي لنيل شهاده الدروس الابتدائيه لماده اللغه الفرنسيه. طبعا السنه الماضيه شمن جهه الدار البيضاء ستات صافي. يلا نبداو على بركه الله. للاشاره فقط وللامانه ان يعني الورقه هي يعني الورقه الاصليه ما كانتش بحال هكا صافي، غير حاولوا يزحموها شويه ويقدوها عاديه، داكشي علاش غادي تلاحظوا ماشي بحال الوريقات اللي كتحطوا في الموحد. الوغ نقراو النص بعجاله. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un hammam depuis mon enfance. قال لك زعما هو الكاتب كيهضر، لوتور الكاتب كيقول انني عمري ما كنت كنتخيل اولا عمري ما تخيلت راسي نحط رجليا في الحمام من الصغر ديالي انفونس والصغار. Un vague sentiment de peur m'a toujours empêché d'en franchir la porte. يعني واحد الموجة ديال الأحاسيس أو المشاعر ديال الخوف دائما كنت كتمنعني من أنني نعبر الباب زعما الباب ديال الحمام. Je t'emmène au hammam prendre un bon bain me proposait ma mère. يعني دابا هذا الأم ديالو قالت له غادي نديك معايا للحمام باش تاخذ زعما باش تضرب واحد التحميمه زوينه. مو بروبوزي ما ماري يعني اقترحت عليا الام ديالي. نو جو نو فو با لو حمام، لا ما بغيتش نمشي للحمام. ميم سي جو تو برومي اون غروس اورانج اي دي زوف كوي، واخا كنواعدك انني ندي لك واحد الليمونه كبيره وبيضات مثلا زعما مسلوقين. بور موا بالنسبه ليا سيتي ان فيريتابل انفير، يعني كنت يعني بالنسبه لي كان جحيم حقيقي. لا فاتيغونت اي لا فورت شالور، يعني السخونيه المجهده القويه والمتعبه. لو بويونت الماء اللي كيغلي. لي كري اسورديسون دي زونفون، يعني الصرخات اللي كتصمك الودنين ديال الدراري الصغار. لي فوا ايغو دي فام، الصوت المرتفع او العالي النبره ديال النساء. اي لوغ انترمينابل فاي فيان، وديك المشي والمجي ديالهم لا متناهي. تو سولا دون ان نياج دو فابور شود اي دوبسكوريتي، هادشي كامل فواحد النياج فواحد السحاب ولا واحد البخ ديال البخار سخون والظلام. لا بواط ا ميرفي احمد صفريوي. دونك احمد صفريوي غنبغي نقول لكم انه كاتب مغربي، طبعا عنده جنسيه مغربيه. يعني يعمل واحد الغومو واحد الروايه اسمها لا بواط ا ميرفي، غادي تقراوها ان شاء الله في البكالوريا. دونك انا فرحانه اللي غادي يشوف هذا الفيديو. عقلوا على هذا الفيديو، عقلوا على الصوت ديالي، عقلوا على هضرتي، لان انا مأكدة ملي غتوصلوا ان شاء الله باذن الله البكالوريا وغتقراو لا بواط ا ميرفي غادي تفكروني، غتفكروا هذا الفيديو، غادي تقولوا بلي هاد لا بواط ا ميرفي ديجا شفتها في شي بلاصه. دونك وي لا بواط ا ميرفي رومون اللي غادي تدوزوا فيها البكالوريا. دونك بالتوفيق لكم جميعا. اون باس لا كومبريونسيون، يعني اسئله الفهم مزيان. قالك دون ان تيتر او تيكست، اعطيني عنوان مناسب للنص. مثلا شنو تقدر تقول له؟ حمام، لو حمام.
Voilà. Quel est le type de ce texte? شنو هو النوع ديال لو تيكست؟ دونك شنو غادي يكون؟ تري بيان، ناراتيف. علاش؟ Parce que l'auteur narre, c'est le verbe narrer, yani yahki. Donc, quel est le type de ce texte? Donc, c'est narratif. Pourquoi l'enfant n'aimait-il pas aller au hammam? علاش الطفل ما كيبغيش يمشي للحمام؟ في نظركم حيت كيخاف منه. Parce qu'il avait peur du hammam. Voilà. Qu'est-ce que la maman a fait pour convaincre son enfant de l'accompagner au hammam? شنو اللي عملت لا مامون باش تقنع convaincre تقنع الطفل ديالها انه يمشي معاها للحمام باش باش دونك هاو نرجعوا للنص فوالا جو تو برومي اون غروس اورانج اي دي زوف كوي هاد ليمونه كبيره وبيضات مسلوقين دونك ال لوي برومي اون غروس اورانج et des œufs cuits. Voilà. Donc cinquième question, قالك دي d'une autre façon, يعني قول بطريقة أخرى, je n'ai jamais mis les pieds dans un hammam. يعني عمري ما حطيت رجليا في الحمام, يعني عمري ما مشيت. ياك. Donc je ne suis jamais allé au hammam. Je ne suis jamais allé. Il a conti bint ghat hatta e yak hit être. Il a conti derrière ghat ktebghi aller sans e. Donc je ne suis jamais allé au hammam. Voilà. Dans le texte, l'eau bouillante signifie. Yani f nas lma li kighli. واش هو ما بارد ولا سخون بزاف ولا بارد بزاف دونك سخون بزاف غوليف دون لو تيكست دو ريزون جوج ديال الاسباب كي فون دو حمام ان فيريتابل انفير او زيو دو لونفون اللي كيعمل لي يعني شنو هما الاسباب اللي كيخليو الحمام واحد لونفير يعني واحد الجحيم يعني حقيقي في العينين ديال الطفل دونك اول حاجه شنو مثلا شنو كاين في النص لا فاتيغونت اي فورت شالور يعني السخونيه اللي كتكون مجهده ومتعبه دونك لا فاتيغونت اي فورت شالور ثاني حاجه مثلا لا فابور شود هذاك البخار ديال الماء اللي سخون وكاين عاوتاني الظلام لوبسكوريتي لا فابور شود ايتترا دونك اون باس قال لك كو بونس تو دو لانفون نتا في نظرك كيفاش كيجيك هاد الطفل واش il exagère يعني كي يبالغ اولا il a raison شنو بان لك دونك الى اكزاجير كاين اللي بزاف منكم غادي يجي هذاك الشيء بصح يلا اون باس ليكسيك واخ 3 بوين 3 كيسيون دون لو كونترير دو شود او اوبسكوريتي لو كونترير العكس ديال شود و فرواد دونك فرواد و لوبسكوريتي يعني الظلام الضوء و لوميير مزيان دون سيت ليست يعني في هاد لا ليست هادي غوليف سخرج لي مو كي سون اون رابور افيك لو تيكست سخرج ليا كلمات اللي عندهم علاقه بالنص لافيون
طياره لا بان حمام وي كارتابل لا فواتور لا او الماء بان خبز لي جوي لا ستيلو لا اجوت ضيف à chaque mot un suffixe qui convient يعني suffixe واخا suffixe هما الحروف ولا الكلمات اللي كيتزادوا في الاخر ديال الجمله دونك طابل نقدر نقول tablette او لا طابلو عندنا chanter مثلا نقدر نقول chanteur او لا chanteuse أو لا مهم شانسون كاين بزاف دونك شانتور مغني شانتي هو لو فيرب فعل غنى اون باس للغرامير دونك بالنسبه للغرامير ليها سي بوين ست نقط قالك دون لا ناتور دو شاك كومبليمون واخا عطي النوع ديال كل كومبليمون لونفون جوي او بيل دون لا كور تو لي سوار دونك لونفون جوي au bill dans la cour donc dans la cour complément circonstanciel de lieu la cour يعني ديال المكان tous les soirs كل امسيات ولا جميع الامسيات donc c'est complément circonstanciel de temps ديال الزمن مزيان قال غي écrit la phrase en remplaçant ce qui est souligné par un pronom personnel qui convient دونك هذا غادي نحيدو وندير بلاصتو دامير طبعا ما يكونش في بلاصتو المهم لا مامون ا برومي دي اورانج ا سون انفون دونك سون انفون باش غادي نبدلها مادام انها عاقل دونك لوي دونك لا مامون لوي ا برومي لا مامون لوي ا برومي des oranges فهمتوا مي كيكون العاقل طبعا مفرد كنعملوا لوي من مور السوجي قال لك ترانسفورم سيت فراز ا لا فورم انتروغاتيف افيك انفيرسون دو سوجي دونك هنايا فرضوا عليك الطريقه خاصك تعمل انفيرسون دو سوجي اش كتعني انفيرسون دو سوجي يعني السوجي مع لو فيرب كنقلبوهم دونك لونفون نيمي با الي او بان لونفون نيمي تيل با الي او بان دونك لونفون نيمي تيل با الي او بان Donc, on a maintenant inversion du sujet. Relie ces deux phrases en une seule. Donc, les deux phrases, c'est une jumla wahida. La maman récompense son enfant. L'enfant a obtenu des bonnes notes. Yani, l'homme, tout à fait, ibnaha. الابن حصل على نقاط جيده باش نعملوهم في جمله واحده غادي تكون عندي المشكل ديال لا ريبيتيسيون ديال التكرار انفون انفون واخا دونك لا مامون ريكومبونس سون انفون كار شنو الى غادي نحولها الى اوبتوني دي بون نوت دونك لا مامون ريكومبونس son enfant car il a obtenu de bonnes notes voilà qu'elle transforme cette phrase à la voix passive la maman achète des oranges et des œufs pour son enfant donc la voix passive D'accord. Donc, des oranges et des œufs. Malhom. Zon. Acheté. Chraou. Yak. Mintaraf. Par la maman. Limen. Pour son enfant. Donc, à la voix passive. Son enfant.
فوالا. قال لك غي يكري عاود تكتب ليا سيت فراز او ديسكور انديريكت. لا مامون بروبوز ا سون انفون je t'emmène prendre un bon bain. Donc la maman propose à son enfant de lui emmener prendre un bon bain. Donc non, discours donc la maman propose à son enfant de lui emmener prendre un bon bain. Voilà. Donc, بالنسبه la conjugaison, j'espère que vous connaissez les verbes usuels, bletan kamlin, unbdaou, ala barakatilla. Donc, mets le verbe entre parenthèses au ton demandé. L'enfant et sa maman. Le verbe c'est se dépêcher pour aller au bain, sniff le présent. Donc l'enfant et sa maman, l'ibn wa wada wa ummuhu, donc nayahdu il avec s, donc se dépêche. Se dépêche ent. Voilà. La maman et la tante, hadi elle avec s, donc hadi غتكون ال افيك اس هادي غتكون ايل افيك اس داكوغ. لاحظوا معايا حيت هنايا حيت هنا لونفون اي سا مامون هذا لا مامون اي لا طونت هذا لونفون يعني ايل مي زامي اي موا اصدقائي وانا نو نحن لا مامون طبعا ال هنايا فو Donc lui, vous, lui. Donc raconte vous. Yala. Donc la maman et la tante qu'on a elle avec s le verbe emmener l'enfant au hammam. Donc radistahbou l'ibn lil hammam. Donc emmeneront. Donc elle, la maman ou la emmeneront. Hein. La maman et la tante. Emmèneront l'enfant et le verbe mettre ses beaux vêtements sur le passé composé. Donc l'enfant a mis mes amis et moi. Donc nous, le verbe aller ensemble au hammam flamme parfait. Donc nous allions. La maman, liée à elle, demande aux enfants. C'est une flamme impérative, flamme aux enfants. Donc, il avec S, pluriel. Donc, sortez. Sortez vos serviettes. Donc, sortez. Il faut assez. Vous, lui, le verbe promettre une récompense, le conditionnel. Donc, vous lui promettriez. Promettriez, donc on laisse le verbe, le radical dit le futur ou la terminaison dit l'imparfait. Benisbel l'orthographe, elle réécrit la phrase en écrivant correctement les mots entre parenthèses. Donc la maman était, la maman, d'abord la maman, rahie elle, yak, était, le verbe être, donc écoute la corde. Patient, transit E féminin. Et gentil, transit 2 L E. Dans le pluriel de hôpital, hôpitaux, pluriel jamais. Donc, nakna, c'est le pluriel. Chauve-souris, donc les chauves, BS, souris déjà en S. Chauve. Souris. Écris correctement le mot entre parenthèses. Donc, toute la maison, on dit la maison, mot en étant pluriel. Donc, toute, on dit le féminin ou est le pluriel. Les maisons de le quartier, on a pluriel, donc tout, S.
لي كارت دي لوفيزون ايتي روبانت. بالنسبه لا برودكسيون ايكريت طبعا كيكونوا عندي جوج ديال لي زيكزيرسيس. قال كومبليت افيك ايتي دوش فخوا حمام كون il fait فخوا يعني كيبرد الحال فخوا. لي جون بريفير الي او الناس كيفضلوا يمشيو لين الحمام. بار كونتر اون على عكس اون ايتي في الصيف بوكو دو جون برين اون كياخدو شنو دوش حمام بارد. دومان دوزيام كاسيون دومان سي لا فيت ta maman t'emmène à la quesaria raconte en 5 ou 7 lignes donc غدا عندكم شي حفله حدد انت شمن حفله فوالا ماماك صاحباتك القيصريه عاود لينا من 5 حتى ل 7 ديال الاسطر دونك بهذا كنكونوا سالينا الكونترول ديالنا اولا هذا فوالا الكونترول ديالنا. دونك بالتوفيق لكم جميعا تلاقاو فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.